بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة. سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دراسة دالة عددية شاملة للتحضير لبكالوريا 2018 رقم 4 أنسحابية شعبة العلوم التجريبية والتقني الرياضي والرياضي، حيث قال F الدالة المعرفة على R ما عدا الاثنان بالعبارة F لـ X تساوينا X في X زائد 1 على X ناقص 2. قال C المنحني الممثل للدالة F في معلم متعامد ومتجانس O إي جي. قال واحد أدرس تغيرات الدالة F. ثانيا ألف قال برر أن المستقيم دي ذي المعادلة Y يساوينا X زائد 3 هو مقارب مائل للمنحني C. ثم قال أدرس الوضعية النسبية لC بالنسبة لمستقيمه المقارب المائل. ب قال أرسم D اللي هو المستقيم المقارب ثم المنحنى C. ثالثا ألف قال باستعمال C عين حسب قيم الوسيط الحقيقي أم عدد وإشارة حلول المعادلة التي هي x مربع زائد 1 ناقص ام في x زائد 2 ام يساوي لنا الصفر. رابعا قال لتكون g الدالة المعرفة على r ما عدا الاثنان ب g ل x تساوي لنا القيمة المطلقة ل x في x زائد 1 على x ناقص 2، وكأنما g ل x يساوي القيمة المطلقة ل f ل x. لاحظوا جيدا قال ألف اكتب g ل x بدلالة ال f ل x حسب قيم x. ثم ب قال أرسم جاما منحنى الدالة G اعتمادا على منحنى الدالة F اللي هو C. خامسا قال لتكون H الدالة المعرفة على R ما عدا ناقص 2 والاثنان B. H لX تساوي لنا القيمة المطلقة لX في القيمة المطلقة لX زائد 1 على القيمة المطلقة لX ناقص 2. لو نلاحظ جيدا هنا كأنما H لX تساوي لنا F للقيمة المطلقة لX، يعني القيمة المطلقة هنا مرة للدالة H وضعت هنا بالداخل وللدالة G وضعت هنا بالخارج. قال بين أن H دالة زوجية. ب قال أرسم جاما اللي هي جاما كبيرة منحنى الدالة H اعتمادا على منحنى الدالة F اللي هو C. إذا لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل نقطة بنقطة. إذا ننطلق أبنائي في الجزء الأول، حيث قال F الدالة المعرفة على R ما عدا الاثنان ب F ل X يساوي X في X زائد 1 على X ناقص 2. لماذا قال R ما عدا الاثنان هنا؟ لأن لو نضع هنا الاثنان أصبح 2 ناقص 2 يساوي الصفر، وهذا غير موجود في الرياضيات، فتصبح لنا 2 قيمة ممنوعة. قال C المنحني الممثل للدالة F في معلم متعامد ومتجانس O E G. قال أولا أدرس تغيرات الدالة F. لما يقول أدرس تغيرات الدالة F ننطلق من النهايات إلى غاية جدول التغيرات، أما إذا قال أدرس اتجاه التغير فعندنا المشتقة وإشارتها. إذن أولا نكتب هنا عنوان الذي هو النهايات. إذن أول شيء نكتب هنا دي F، لاحظوا جيدا ماذا تساوي؟ قيس ما لا نهاية إلى الاثنان مفتوح اتحاد من الاثنان إلى غاية زائد ما لا نهاية، يعني يوجد لنا هنا أربع أطراف 1 2 3 4. ننطلق أولا بحساب النهاية عند ما لا نهاية. إذا تصبح لنا هكذا ليميت F لX لما الX يؤول أولا إلى الناقص ما لا نهاية تصبح تساوي لنا ليميت، هنا ما علينا أبنائي إلا نشر البسط. تعالوا ننشر البسط، يعني هذا هنا تصبح لنا كم؟ تصبح لنا x مربع، ثم هذا في هنا تصبح لنا زائد x على x ناقص 2، هكذا لما قلنا x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. بما أن الدالة هذه دالة ناطقة فتقول أكبر حد على أكبر حد، تصبح لنا هكذا ليميت x مربع على x لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. إذا الدالة الناطقة في النهايات نقول أكبر حد على أكبر حد. فماذا يحدث؟ أنه يذهب هذا مع هذا فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا تساوي لنا ليميت ماذا؟ x لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، وتعطي لنا أكيد ناقص ما لا نهاية، لأن لو نعوض هنا بناقص ما تعطينا ناقص ما لا نهاية. هذا الأمر كذلك يحدث مع الزائد ما لا، معناه ليميت f لx لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية تصبح تساوي لنا كذلك أكبر حد على أكبر حد، يعني هنا بما أن أكبر حد على أكبر حد فسوف نتحصل على هذه العبارة، معناها تصبح لنا هكذا ليميت x بعد عملية الاختزال لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية أكيد تعطي لنا زائد ما لا نهاية. الآن بعدما أنهينا مع ما لا نهاية وجدنا كلاهما واحد ناقص ما لا نهاية والآخر زائد ما لا، نأتي الآن إلى العدد اللي هو الاثنان. تصبح لنا ليميت
x مربع زائد x على لاحظ جيدا على x ناقص 2 لما الاكس يؤول الى الاثنان بقيم اقل تصبح تساوي ركزوا معي ليميت اكس مربع زائد اكس لاحظوا جيدا في واحد على اكس ناقص اثنان لما الاكس يؤول الى الاثنان بقيم اقل لكن عندنا نهاية شهرة التي تقول ليميت اسمعوا جيدا واحد على اكس ناقص ا لما اكس يؤول الى ا بقيم اقل قلت بقيم اقل هذه نهاية شهرة سنة ناقص من درجته في السنة الثانية يعني هذا الجزء يشبه هذا القانون فتصبح لنا كم أبنائي معنى هذا الجزء انظروا جيدا يعطيناكم ناقص ما لا نهاية والآن هنا عوضوا بالإثنان تعالوا الآن نعوض هنا بالإثنان تصبح لنا أربعة أربعة زائد إثنان كم ستة يعني ستة هذه ستة في ناقص ما لا نهاية ليس حالة عدم تعيين إنما تعطي لنا ناقص ما لا نهاية فقط أبنائي يعني هذا الجزء هو أعطيكم ستة وهذا أعطيكم ناقص ما لا نهاية تصبح لنا ناقص ما لا نهاية كذلك عندنا ليميت نفس الشيء ليميت x مربع زائد x في واحد على x ناقص 2 لما ال x يؤول إلى الاثنان بقيم أكبر تساوي هنا عندنا بقيم أكبر قاعدة هنا تقول كما أشير في هذا المكان مشهورة أنها تساوي لنا زائد ما لا نهاية معنى هذه تعطي لكم زائد ما لا نهاية وهنا عوض بالاثنان تعطي لكم كم؟ 6 6 في زائد ما تساوي لنا زائد ما لا نهاية لكن هنا يوجد لنا التفسير البياني ما هو التفسير البياني تقول القاعدة اسمعوا إذا حسبنا النهاية عند عدد ووجدناها ما لا نهاية وهنا كذلك عند العدد ووجدناها ما لا نهاية فهنا يوجد تفسير بياني اسمه x يساوي 2 مستقيم مقارب عامودي احفظوه أو شاقولي أو موازي لمحور التراتب هكذا تقول القاعدة فقط أبنائي بعدما أنهينا الآن مع النهايات نتطرق الآن إلى المشتقة إذا نكتب هنا المشتقة أولا ماذا نكتب؟ نكتب هكذا نقول الدالة F كيف هي؟ F قابلة للاشتقاق على المجال اللي هو R ما عدا الاثنان ودالتها المشتقة ماذا تصبح؟ تصبح لنا F فتحة لـ X تساوي أولا حتى لا نخطئ الأمور أولا نقوم بنشر الدالة F حتى تلاحظوا يعني هذا الجزء نقوم بنشره فماذا ينتج؟ ينتج لنا هكذا F لـ X يساوي لنا ماذا؟ X مربعة زائد X على X ناقص 2 هذه العبارة نعمل بها لأنها سوف تسهل علينا الأمور إذن لاحظوا نقطة نقطة أبنائي كي نتعلم إذا لاحظوا جيدا هنا أبنائي كي نتعلم إذا عندنا قانون يقول U على V مشتق دالة كسرية يعني مهما كانت فيها كسرة مهم تساوينا مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع إذا هنا ماذا يصبح؟ يصبح لنا مشتق البسط مشتق هذه القيمة مشتق أولا نضع هكذا الخط أول شيء أنصحكم أكتبوا المقام مربع يعني x ناقص 2 لا تنسوه أنه مربع ولا تلمسوه يعني لأنه قيمة موجبة على مجموعة التعريف إذا مشتق البسط مشتق x مربع هو 2 x ومشتق x هو كم هو 1 معناها تصبح لنا 2 x زائد 1 في المقام اللي هو x ناقص 2 ناقص مشتق المقام مشتق العدد هذا 2 أو ناقص 2 صفر ومشتق x هو 1 إذن في البسط اللي هو x مربع زائد x لم أفعل شيء إنما طبقت هذا القانون مشتق البسط في المقام ناقص مشتق هذا المقام في البسط على المقام مربع الآن نكمل عملية اسمها عملية النشرة إذن لاحظوا جيدا أبنائي المقام يبقى كما هو اللي هو x ناقص 2 الكل مربع نأتي الآن إلى البسط ننشر هذا في هذا أصبح لنا 2 x مربع في هذا تصبح لنا ناقص 4 x هكذا ثم عندنا هذا زائد x ناقص ماذا ناقص 2 ناقص x مربع ناقص x لأن هذا ينشر هنا وهذا ينشر هنا فماذا ينتج لنا ينتج لنا أنه تصبح لنا f ل f فتحة ل x تساوي ماذا تساوي لنا لاحظوا المقام قلت لا نلمسه اللي هو x ناقص 2 الكل مربع أما عفوا قلت مربع هكذا أما البسط فيصبح لنا عندنا هذا مع هذا كم تصبح؟ تصبح لنا x مربع
عندنا كذلك هذا يذهب مع هذا، يصبح لنا ناقص 4x، ثم يبقى لنا هذا العدد الذي هو ناقص 2. هذه هي مشتقة هذه الدالة. الآن بعدما أنهينا مع حساب المشتقة، نأتي أكيد إلى إشارة هذه المشتقة كي نبحث عن اتجاه تغير هذه الدالة. لاحظوا جيدا هنا أبنائي نقطة نقطة كي نتعلم. لاحظوا، إذا نأتي الآن إلى إشارة إذا نكتب هنا إشارة F فتحة لX. أولا عندنا عبارة كسرية، إشارة كسر في الحالة العامة، إشارة كسر من إشارة البسط في القاعدة العامة، البسط في المقام. اسمعوا جيدا، ينعدم كسر إذا انعدم البسط، أما إشارة كسر فهي إشارة البسط في المقام. لكن عندنا في هذه الحالة اللي هي x ناقص 2 الكل مربع قيمة موجبة تماما على r معادل 2، يعني هذه القيمة موجبة على r معادل 2. وإذا فإن إشارة من f فتحة لـ x في هذه الحالة من إشارة ماذا؟ من إشارة البسط اللي هو x مربع ناقص 4x ناقص 2. يقول أحدكم هل دائما؟ لا، في مثالنا هذا. أما إشارة كسر في الحالة العامة هي إشارة البسط في المقام. لو كانت هنا قوة 3 لكان هذه القيمة ليس دائما موجبة. اسمعوا جيدا، بما أن القوة أصبحت قوة زوجية في المقام فيكون قيمة موجبة على مجموعة التعريف هذه. إذا فنأتي إلى إشارة هذه العبارة. أولا نبحث عليها أين تنعدم. تنعدم إذا دالتا يساوي لنا ب مربع ناقص 4 في A في C. البي هو العدد المضروب في الإكس، معناه 4 تصبح لنا 16، ناقص 4 في الأ هو العدد المضروب في إكس مربع هو 1، في السي هو الأعزب اللي هو ناقص 2. هكذا لم أفعل شيء، تصبح لنا كم؟ لاحظوا نقطة نقطة، تصبح لنا 16 زائد 8، معناه تعطينا لنا كم؟ 24. 24 قيمة موجبة تماما، إذا جذرها تساوي لنا كم؟ جذر 24. لكن نحن 24 نعلم أن هي 4 في 6، الأربعة له الحق بالخروج من الجذر باثنان، تصبح لنا 2 جذر 6، فهذا جذره، نعتذر، قل جذره، تصبح للعبارة جذران، تصبح لنا هكذا. تصبح لنا x واحد يساوي ناقص b، البي ها هو دائما القيمة المضروبة في الـ x، تصبح لنا 4 ناقص جذر دالتا هكذا 2 جذر 6 على 2 a، الـ a هو 1، تذهب من هنا 2 ومن هنا 2 ومن هنا 2 بعد عملية الاختزال، فتصبح لنا x واحد يساوي لنا كم؟ 2 ناقص جذر 6. أما x هذا x واحد، x 2 نضع هنا إلا عملية الزائد، فتصبح لنا 2 زائد جذر كم؟ عفوا قلت 2 زائد جذر 6. هذه هي القيمة التي تنعدم فيها المشتقة، ركزوا أرجوكم. إذا سوف نأتي الآن بهذه القيم نضعه هنا وننطلق في إنجاز جدول إشارة التي من خلاله نلخص ماذا أبنائي؟ نلخص إشارة هذه المشتقة. لاحظوا جيدا، إذا نضع هكذا، وأرجوكم انتبهوا لأن الأمر يحتاج إلى نوع من التركيز فقط. إذا لاحظوا جيدا، إذا ها هي هكذا وعندنا هكذا وننطلق. أولا عندنا مجموعة تعريف x من ناقص قلنا ما لا نهاية إلى عندنا إلى الاثنان، وعندنا زائد ما لا نهاية. عندنا قلنا من هو المسؤول عن إشارة هذه المشتقة؟ هو هذه العبارة اللي هي كم؟ اللي هي x مربع ناقص 4x ناقص 2. أين تنعدم؟ قلنا أنها تنعدم عند 2 ناقص جذر 6، وعندنا 2 زائد جذر 6. إذا هنا نضع رمز الانعدام وهنا نضع رمز الانعدام. لاحظوا، ثم عندنا هنا f فتحة لـ x، إذا هذا ينزل هكذا، لكن لما يصل إلى هنا يصبح مجموعة التعريف. ركزوا، وهذا لما ينزل إلى هنا يعدم المشتقة، وهنا كذلك يعدم المشتقة. عبارة من الدرجة الثانية خارج مجال الجذرين هنا وهنا نفس، معناه نضع نفس وداخل مجال الجذرين عكس.
العدد المضروب هنا في الإكس مربع هو قيمة موجبة، فتصبح هنا زائد وهنا ناقص ناقص زائد. ما معناه؟ معنى هذه معناه قلنا المسؤول عن إشارة هذه عن هذا الكسر أو عن هذه المشتقة هو هذا، فهذه إشارة هي أصلا تنقل إلى هنا، فنكتب تلك الجمل اللغوية الدالة هكذا F كيف هي متزايدة على ماذا؟ على المجال الذي فيه الزائد، يعني من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا، فتصبح لنا من ناقص ما لا نهاية إلى 2 ناقص جذر 6 هكذا اتحاد ماذا؟ اتحاد من 2 زائد جذر 6 إلى غاية زائد ما لا نهاية، وتكون متناقصة على المجال ماذا؟ هنا من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا. علينا أن نحترم الاثنان، إنها مفترق الطرق، يعني لا نقول من 2 ناقص جذر 6 إلى 2 جذر 6، لا، يوجد لنا عائق هنا اللي هو مجموعة التعريف، فنقول من ناقص 2 عفوا من 2 ناقص جذر 6 هكذا إلى غاية الاثنان مفتوح اتحاد من الاثنان مفتوح لأن الدالة غير معرفة إلى 2 زائد جذر 6 هكذا أبنائي. هنا يمكن أن نغلقه لأن الدالة معرفة عند 2 زائد جذر 6. بعدما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى جزء آخر، إنه جدول التغير. الآن بعدما أكملنا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى جزء جدول التغيرات. إذا نكتب هنا جدول تغيرات الدالة التي اسمها F على R ما عدا الاثنان حسب المجموعة التعريفية. أولا ننطلق من مجموعة التعريف، هنا X قلنا من ناقص ما لا نهاية، وهنا الاثنان، وهنا عندنا زائد ما لا نهاية. نأتي الآن إلى فرع آخر، إنه المشتقة F فتحة لـ X، قلنا أين تنعدم؟ ها هي تنعدم عند 2 ناقص جذر 6 و2 زائد جذر 6. إذا نكتب هنا 2 ناقص جذر 6 وهنا 2 زائد جذر 6، نضع هنا رمز الانعدام وهنا رمز الانعدام، قلنا هنا زائد زائد وهنا ناقص ناقص. يقول أحدكم أين هذا الكلام؟ ها هو أمامكم حتى لا تقولوا من أين يأتي بهذه الأشياء. ثم نأتي الآن إلى مجال الصور اللي هو F لX هكذا فقط. إذا قلنا هنا في هذا الجزء أبنائي هنا F لX، إذا نكتبها بخط أوضح، إذا F قلنا لX هكذا. تعالوا الآن نقوم بعملية ملء الجدول. إذا عندنا، لاحظوا جيدا، هنا عندنا نصعد هكذا، وعندنا هنا ننزل حسب، ناقص معناه ننزل زائد نصعد، إذا هنا كذلك ننزل إلى هذه القيمة الحدية، ثم هنا كذلك نصعد هكذا. الآن عندنا النهايات، لقد حسبت النهايات، تذكروا أن النهايات عند، ها هي سوف أعود إليها حتى تلاحظها، عند الناقص ما لا نهاية وزائد ما لا نهاية، هذه ناقص ما لا نهاية وهذه زائد ما لا نهاية، وعند الأعداد وجدناها ناقص ما لا نهاية ثم كذلك زائد ما لا نهاية. إذا تذكروا هذه الأشياء. إذا هنا نكتب ناقص ما لا نهاية، وهنا عندنا زائد ما لا نهاية، عندنا هنا وجدنا زائد ما لا نهاية، وهنا ناقص ما لا نهاية. يبقى لنا هنا في هذا المكان وفي هذا المكان علينا أن نقوم يا أبنائي بحساب صورة 2 ناقص جذر 6 و2 زائد جذر 6، نضع واحدة هنا والأخرى هنا. معناه ها هي عبارة الدالة، ركزوا معي نقطة نقطة أبنائي كي تفهموا. إذن ونعوض في هذا المكان هنا 2 ناقص جذر 6 وهنا 2 ناقص جذر 6 وهنا 2 ناقص جذر 6 وهنا 2 ناقص جذر 6. بعدما نقوم بعملية هذه الحساب والنشر سوف نجد هنا 5 ناقص 2 جذر 6 وهنا نجد 5 زائد 2 جذر 6، حتى نفهم هنا الفكرة جيدا أرجوكم أبنائي انتبهوا. إذا قلت عوضوا هنا ب 2 ناقص جذر 6 وهنا كذلك حتى يعني تحصل على متطابقة شهيرة، وهنا كذلك وهنا كذلك، وأكملنا الحساب فسوف نجد 5 ناقص 2 جذر 6 وهنا 5 زائد 2 جذر 6 فقط. ها قد الآن أنهينا ما نسميه جدول التغيرات. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال آخر، قال برر أن المستقيم دي ذي المعادلة إيجري يساوينا إكس زائد 3 هو مقارب مائل للمنحني سي، ثم قال أدرس الوضعية النسبية لسي للمنحني بالنسبة لهذا المستقيم اللي هو دي. إذا هنا نكتب أول جواب
التبرير أن دي مستقيم مقارب مائل لمن؟ للمنحني سي أو سي اف. لاحظوا جيدا، نقول حتى يكون دي مستقيم مقارب مائل لسي يعني المنحني سي، يجب أن تكون نهاية الفرق اللي هي ليميت اف لإكس ناقص إيغراك لما إكس يؤول إلى زائد أو ناقص ما لا نهاية، يعني إما زائد ما لا نهاية أو ناقص ما لا نهاية. نجدها كم؟ تذكروا أن إذا وجدناها صفر فنقول أن المستقيم ذو المعادلة إيغراك يساوي إكس زائد ثلاثة، مستقيم مقارب مائل بجوار الزائد ما لا نهاية والناقص ما لا نهاية. تعالوا الآن نبحث عن هذا، إذا أصبح لنا ليميت إف لإكس ناقص إيغراك لما إكس قلت يؤول إلى زائد أو ناقص ما لا نهاية تصبح تساوي، لا نقول تساوي صفر بل نبرهنها أنها تساوي صفر، يعني هذا هنا نضعها هكذا حتى تفهموا جيدا، يعني علامة استفهام هل. لاحظوا جيدا، تصبح تساوي لنا ليميت إف لإكس قد قمنا بعملية نشرها، ها هي أمامكم، انظر نضعها منشورة أفضل حتى يسهل علينا الأمر. إذا تصبح لنا كم؟ اللي هي إكس مربع زائد إكس على إكس ناقص 2 ناقص إيكغراك، هذه ندخل عليها ناقص، تصبح لنا ناقص إكس ناقص 3. لم أفعل شيء، لما إكس قلنا يؤول إلى زائد أو ناقص ما لا نهاية، هكذا تصبح تساوي ليميت. ما علينا إلا أن نفكر في شيء اسمه توحيد المقام، تصبح لنا هكذا، ركزوا، المقام هو إكس ناقص 2، في البسط تصبح لنا إكس مربع زائد إكس ناقص، يمكن هنا أن نسحب الناقص نتركها هكذا مكتوبة حتى تفهموا، يعني ناقص مثل ما أنا ناقص إيكغراك حتى نفهم الفكرة جيدا، معناها تصبح لنا هكذا ناقص إكس زائد 3 في إكس ناقص 2، قمت بتوحيد المقام فقط. تصبح تساوي، نكمل رويدا رويدا أبنائي ولا نتعجل فيما يخص الحساب، ودائما قلت علي أن أجد كم؟ صفر، لأنه قال برر يعني برهن، يعني فعل الأمر يقتضي الوجوب، يعني علينا أن نجدها. تصبح لنا ليميت المقام لا نلمسه اللي هو إكس ناقص 2، أما البسط تصبح لنا إكس مربع زائد إكس، ثم هذا هذا في هذا إكس مربع والناقص هذا لا ننسى دائما يضرب، أصبح لنا ناقص إكس مربع، ثم هذا في هذا أصبح لنا كم؟ ناقص 2 إكس والناقص الذي قبل أصبح لنا زائد 2 إكس، ثم هذا في هذا أصبح لنا 3 إكس والناقص هذا كم تصبح؟ تصبح لنا ناقص 3 إكس، ثم عندنا هذا في هذا أصبح لنا ناقص 6 والناقص الذي قبل أصبح لنا زائد كم؟ زائد 6. لم أفعل شيء، إنما أنا قمت بعملية النشر فقط. لاحظوا هنا أبنائي ماذا يحدث، أولا هذا مع قلنا إكس يؤول إلى زائد أو ناقص ما لا نهاية، يعني كلاهما، أولا عندنا هذا ذهب مع من؟ مع هذا، وهذا وهذا كم؟ 3 إكس مع ناقص 3 إكس، إذا هذا وهذا قد ذهب. لاحظوا ماذا بقي لنا، بقي لنا شيء واحد، إنه ليميت 6 على إكس ناقص 2 لما الإكس يؤول إلى زائد أو ناقص ما لا نهاية، وهذا أكيد إذا قلنا 6 على ما لا نهاية، لاحظوا 6 على ما لا نهاية أكيد تعطي لنا صفر. إذا ماذا نحكم مباشرة؟ لقد وصلنا إلى البرهان، نقول ومنه ماذا؟ سي يقبل من؟ يقبل دي كمستقيم، كيف هو؟ كمستقيم مقارب مائل بجوار المال نهايتين فقط أبنائي. إذا لاحظتم، إذا لبرهان على أنه مستقيم مقارب مائل نهاية الفرق يجب أن نجدها تساوي الصفر. ثم بعدها جاء السؤال الذي بعده، لاحظوا في نفس السياق، السياق قال أدرس الوضعية النسبية لسي بالنسبة لمستقيمه المقارب مائل، يعني وكأنما أدرس وضعية سي بالنسبة إلى دي. إذا نكتب هنا كالتالي، إذا نقوم بمحي هذا الأمر لأن لا نحتاجه، لاحظوا جيدا، قبل أن نمحي سوف أعطيكم شيء عليكم
أن تفهموه ركزوا جيدا. إذا نقول كعنوان الدراسة، الدراسة وضعية من سي بالنسبة إلى ماذا؟ إلى دي. لاحظوا جيدا، نقول لدراسة وضعية من سي بالنسبة، هذه قاعدة، بالنسبة إلى دي، يعني لدراسة معنى في الحال العمل، لدراسة وضعية منحني بالنسبة إلى مستقيم، ندرس هكذا، ندرس إشارة الفرق بين ماذا؟ اسمعوا جيدا، اف لي اكس ناقص ايغريك على ماذا؟ على دي اف، يعني على مجموعة التعريف، يجب أن نراعي شيء اسمه مجموعة التعريف. وكأنما ماذا يفعل؟ وكأنما ننزع هذه هكذا وهذه هكذا وندرس إشارة هذا الفرق اللي هو اف لي اكس ناقص ايغريك. تعالوا عندنا اف لي اكس ناقص ايغريك يساوي، هنا فيه من يقول يا أستاذ نأتي بعبارة الدالة ناقص عبارة المستقيم، نعم، لكن لماذا نتعب عقولنا وقد حسبنا هذا كل شيء، ها هو أمامكم، انزعوا إلا كلمة ليميت. لماذا تعيدون نفس الكرة؟ اف لي اكس ناقص ايغريك حسبنا ليميت اف لي اكس ناقص ايغريك، لاحظوا ماذا توصلنا، توصلنا إلى ليميت 6 على اكس ناقص 2 هذه الكسر، إذا انزعوا مثل ما نزعنا هنا ليميت، انزعوا هنا ليميت، فهنا معناه تعطي لنا ماذا؟ تعطينا 6 على اكس ناقص 2، يعني هذا الفرق قد حسب من قبل لما حسبنا نهاية الفرق أنها وجدنا تساوي، يعني هذا كيف حتى تربح الوقت في هذه الأشياء. إذا ونحن نعلم، إذا ها هو المسؤول عن الوضعية، تقول القاعدة اسمعوا، إشارة، إذا نحن قلنا ندرس الإشارة، إشارة كسر من إشارة البسط في المقام، البسط هنا كيف هو؟ موجب، إذا 6 موجبة، أما إكس ناقص 2 لا يمكن أن نقول أنها موجبة، نعلم أنها لا تساوي الصفر، لكن فيها شيء، مجال موجب ومجال سالب، إذا فماذا نفعل؟ نأتي هكذا ونضع جدول بسيط، من خلال هذا الجدول نقوم بدراسة الوضعية أو إعطاء الوضعية بطريقة جد بسيطة. لاحظوا جيدا أبنائي وانتبهوا، هكذا إذا أضفت هنا خانة، اسمعوا جيدا كيف تكون هذه العملية بطريقة سليمة. أولا إشارة، قلنا هذا الكسر، أو قبل كل شيء نعين مجموعة التعريف، إكس من ناقص ما لا نهاية إلى الاثنان، ومن الاثنان إلى زائد ما لا نهاية، الستة قيمة موجبة لا تؤثر أصلا، معناها الذي هو مسؤول هو إكس ناقص 2، إكس ناقص 2 ينعدم عند 2، من هنا نفس ومن هنا عكس لأنها عبارة من الدرجة الأولى. الآن نأتي إلى 6 على إكس ناقص 2، 6 على إكس هنا تصبح العبارة غير معرفة، احذروا عند الاثنان لأن الاثنان تصبح تعدم المقام، وهنا كذلك في الوضعية تبقى هكذا حتى نفهم جيدا. ننقل الإشارة نفسها لأن البسط موجب، فإن إشارة هذه العبارة من إشارة المقام، هنا سالب وهنا موجب، هنا نكتب الوضعية. في الوضعية انتبهوا أبنائي، لا تحتاج إلى ذكاء كما يعتقد البعض، عندنا ناقص يعني يقع أسفل، وعندنا زائد يقع فوق، إذا وجدنا هنا ينعدم رمز الانعدام نقول يقطع، أما هنا بما أن العبارة غير معرفة فلا نقول شيء، نقول هنا سي يقع أسفل دي، وهنا نقول سي يقع ماذا؟ فوق دي، وانتهى الأمر، الزائد فوق، الناقص أسفل، وانتهى الأمر فقط أبنائي. نأتي بعدها أبنائي إلى سؤال مهم جدا، قال أرسم دي ثم سي اف، لكن هنا قبل أن نقوم بعملية الرسم علينا أن نجد نقاط التقاطع مع المحورين. إذا أولا نقول تعيين إحداثيات نقط تقاطع، اسمعوا جيدا، تقاطع سي مع محوري، مع محوري الإحداثيات، مع محوري الإحداثيات، يعني أولا نقول سي تقاطع إكس إكس فتحة، هذا ماذا يعني أبنائي؟ إذا جئنا هكذا ورسمنا، قلنا مثلا هذا نريد أن نبحث مثلا عن هذه النقطة وهذه النقطة،
فالقاعدة دائما تقول يجب أن نقول أنه إيغريك يساوي صفر، لأن التقاطع مع محور الفواصل دائما إيغريك يساوي صفر. نقول نحل، اسمعوا جيدا هذه الأمور احفظوها، نحل المعادلة اف لإكس يساوي صفر. دائما التقاطع مع محور الفواصل هو حل المعادلة اف لإكس يساوي صفر. فتصبح لنا اف لإكس اللي هي كم؟ اللي هي إكس مربع زائد إكس على إكس ناقص 2 بعدما قمنا بعملية نشرها سينا صفر. ينعدم كسر إذا انعدم بسطه، احفظوا هذه القاعدة، ينعدم كسر إذا انعدم بسطه. إشارة كسر من إشارة البسط في المقام. هذا ماذا يعني؟ يعني أنه إكس مربع زائد إكس هو الذي يساوي صفر. نستخرج إكس عامل مشترك، تصبح لنا إكس زائد في إكس في إكس زائد واحد يساوي صفر. جداء عددا يساوي صفر، إما إكس يساوي صفر أو إكس ناقص عفوا زائد واحد يساوي صفر. أنقل هذا إلى هنا يصبح لنا إكس يساوي كم؟ ناقص واحد. معناه تصبح لنا سي تقاطع إكس إكس فتحة يساوي النقطة الأولى هي صفر، والإيغريك دائما مع محور الفواصل حكمنا عليه أنه صفر النقطة الأولى. النقطة الثانية هي ناقص واحد والإيغريك دائما صفر. هذه حتى نفهم جيدا. إذا كم يوجد لنا من نقطة؟ يوجد لنا نقطتان. بعدما أنهينا مع تقاطع مع محور الفواصل، نأتي الآن إلى التقاطع مع محور التراتيب. مع محور التراتيب معناه المقصد أن نجد هذه النقطة هنا كما أشير باللون الأزرق. إذا معناه نحسب سي تقاطع إيغريك إيغريك فتحة. هذا ماذا يعني؟ هنا في هذا المكان يكون ماذا؟ إكس هو الذي يساوي صفر ليس الإيغريك. فنقول فنحسب اف لصفر تساوي اف لصفر، معنا نذهب الى الداله اللي هي اكس مربع زائد اكس على اكس ناقص 2. اكس مربع زائد اكس على اكس، عوضوا الان هنا بصفر وهنا بصفر وهنا بصفر، تصبح لنا صفر على 2 وصفر على 2 هو صفر اللي هي النقطه او. اذا فيصبح لنا سي تقاطع ايغريك ايغريك فتحه هي النقطة الوحيدة، هي النقطة أو ذات الإحداثيات صفر صفر فقط. إذا تذكروا أن نقاط التقاطع مع محور الفواصل نقطة أو ونقطة ذات الإحداثيات ناقص واحد صفر، وهنا النقطة أو فقط يا أبنائي. بعد ما أنهينا مع هذا الشيء نأتي الآن إلى الرسم. في الرسم نحتاج بعض الأشياء. أولا نقوم برسم المستقيم المقارب، والمستقيم المقارب بماذا يرسم؟ يرسم بالجدول المساعد يعني إكس وإيغريك. إذا أعطينا تخيل إكس صفر، الإيغريك كم يصبح؟ يصبح لنا ثلاثة. إذا نضع هنا صفر، هنا تصبح كم؟ ثلاثة. تخيل لو نعطي لهذا صفر، إذا هنا نعطي له صفر عفوا، إذا ركزوا جيدا، إذا قلت نعطي للإيغريك صفر حولوا هذا إلى هنا يصبح لنا ناقص ثلاثة. إذا يعين مستقيم بنقطتين، النقطة الأولى ما هي؟ النقطة الأولى هي صفر وثلاثة، صفر وثلاثة معناها ها هي، إذا في هذا المكان. النقطة الثانية ما هي؟ هي ناقص ثلاثة وصفر، ناقص ثلاثة وصفر معناه في هذا المكان، ثم نقوم بالربط ما بينهما هكذا حتى نفهم الفكرة. ركزوا أرجوكم، إذا لاحظوا. إذا نقوم برسم المستقيم هكذا، لكن نحاول أن يكون أكثر دقة. إذا هكذا أبنائي، هذا المستقيم اسمه ماذا؟ اسمه دي. بعدها عندنا كذلك القيم الحدية. القيم الحدية عندنا أولا 2 زائد جذر 6، لاحظوا بالتقريب لما حسبت بالآلة الحاسبة وجدناها 4.45، ها هي 4.45. صورتها اللي هي اف لاثنان جذر 6 هي 9.9، 9.9 هي معناها لما نجمع هذا وهذا نتحصل على هذه. لكن هنا كذلك حتى لا ننسى يوجد لنا مستقيم مقارب، كيف هو؟ عمودي، ها هو، لاحظتم؟ ها هو امامكم، ألم نقوله في النهاية؟ نعم. إذا عندنا المستقيم المقارب العمود اللي هو إكس يساوي لنا 2، ها هو إكس عفوا نقوم باستعمال المسطرة، إكس يساوي لنا كم؟ 2، ها هو أبنائي، لاحظوا نقطة نقطة كي نتعلم، ها هو المستقيم هذا، ونقول هنا إكس يساوي 2 هكذا.
الآن عندنا هذه تشبه ماذا؟ تشبه الجبل. انظروا هي تشبه الجبل. هل هذا؟ لا، نحن في هذه الجهة، احذروا. ها هي، إذن هنا نوضح شيء يشبه حفرة، لاحظتم؟ ثم نرسم هذا الجزء الأول. نأتي الآن كذلك إلى 2 ناقص جذر 6 بالتقريب ناقص 0.45. ناقص 0.45 يعني في هذا المكان. صورتها اللي هي اف ل 2 ناقص جذر 6 هي 0.10، معناها هنا يجب علينا أن نقوم بعملية التكبير حتى تلاحظوا نوعا ما بعض الأشياء. هكذا أكبر لكم تفهموا الفكرة العامة. إذا قربناها تكون في هذا، إنها تشبه ماذا؟ تشبه الجبل. أولا نقاط تقاطع، قلنا مع محور الفواصل عندنا النقطة هذه وعندنا هذه النقطة، فيكون المنحنى معناها هكذا. اسمعوا جيدا، هكذا أبنائي، انظروا هكذا. من هنا أكيد سوف يكون يأتينا من هنا، لاحظوا سوف أتيكم بالنقطة الحمراء، يعني كان بالتقريب من دي هكذا يصل إلى هذه القيمة الحدية ثم يعود إلى هذا الجدار، فتتم عملية الرسمة يعني بطريقة سليمة هكذا. اسمعوا جيدا هكذا أبنائي. ومن الجهة الأخرى ليس هكذا، لا، من الجهة الأخرى يكون يأتيكم من هنا بالتقريب ويصعد. لكن لا ننسى يا أبنائي أن نحن هذا الرسم يتم باليد الحرة، معناه مستحيل أن نأتي به مضبوط 100%، لأن المنحنى، حتى تسمعوا جيدا، المنحنى يرسم باليد الحرة. إذن هكذا، إذن يأتيكم من هنا ويقوم بعملية الصعود ثم يصل إلى القيمة الحدية ثم ينزل، وهذه القيمة الحدية حتى نعطي لها قيمتها الحقيقية، إذن هنا قلنا هي كم؟ هي لاحظوا هي 0.10، قلنا 10، لأن سوف نحتاجها فيما بعد فيما يخص المناقشة. بعدما أنهينا مع هذا الجزء نعود لنقوم بعملية التصغير ونعود إلى الطرف الآخر. الطرف الآخر واضح، لاحظوا ها هو، انظروا من هنا صعد إلى هذه القمة ثم نزل، ومن هنا جاء من هذه القمة يصل إلى هذه الحفرة ثم يعود بالصعود، معناها سوف تأتينا الفكرة هكذا. سوف أقوم بتكبير الخط، إذا تأتينا الفكرة هكذا ثم يعود من هنا هكذا. هذا هو منحنى هذا الدالة فقط، ونسميه بالمنحني سي، هذا الذي باللون الأخضر فقط. إذا لاحظوا ها هو أمامكم انظروا، وها هو أمامكم انظروا، لاحظتم؟ لكن هنا عندنا في هذا المكان عندنا مستقيم مقارب دي، وهنا عندنا كذلك مستقيم مقارب دي فقط أبنائي. بعد ما أنهينا مع هذا الجزء الآن نأتي إلى جزء آخر. لاحظوا قال باستعمال سي عين حسب قيم الوسيط الحقيقي آم عدد وإشارة حلول المعادلة إكس مربع زائد 1 ناقص آم في إكس زائد 2 آم تساوي 0. قال باستعمال سي، معناه يجب أن يكون المنحني صحيح، يعني هنا مناقشة بيانية أو حلول بيانية لحلول المعادلات. لاحظوا جيدا أبنائي، إذا نكتب هنا المناقشة البيانية حتى نفهم جيدا، المناقشة البيانية لحلول المعادلة، المعادلة التي أعطيت لنا ها هي أمامكم أبنائي. وانتبهوا معي لأن الكثير من الطلبة لما يصل إلى هذا السؤال يقول يا أستاذ أخاف المناقشة البيانية، لكن المناقشة البيانية هي شيء بسيط. أولا، ما هو التعريف أو الحلول البيانية لهذه المعادلة؟ نقول الحلول، لأن قال باستعمال سي يعني حلول بيانية، الحلول البيانية للمعادلة، من هي المعادلة؟ اللي هي إكس مربع زائد 1 ناقص آم في إكس زائد 2 آم يساوي 0، هي ماذا؟ هي فواصل بالدرجة الأولى، فواصل نقاط تقاطع من؟ سي، وهنا ننتبه والمستقيم. لاحظوا أين المستقيم؟ اسمعوا هنا أرجوكم حتى تعلموا. تقول القاعدة إذا أعطيت لنا عبارة من هذا النوع علينا أن منها أن نصل إلى هذا الشيء، نصل إلى أن F لإكس
تساوي شيء فيه ام، لا يهم، ممكن نجد اكس زائد ام او ام مربع او جذر ام او لوغاريتم، المهم نجد شيء. المهم من هذه العبارة ان اجد اف لاكس تساوي شيء فيه ام، معناها علي ان اجد هذه القيمة تساوي شيء فيه ام. لكن نحن اف لاكس حتى اذكركم بها اعطيت لنا، قمنا بعملية نشرها اللي هي اكس مربع زائد اكس على اكس ناقص 2. لاحظوا جيدا كيف من هذه العبارة، من هذا الجزء، كيف نصل إلى الجزء الآخر. لاحظوا جيدا، ما رأيكم أن نكمل النشر، تصبح لنا إكس مربع زائد هذا في هذا زائد إكس ناقص آم إكس زائد 2 آم يساوي صفر. ما رأيكم أن نطرو أن هذا الجزء وهذا الجزء أن ننقله إلى الطرف الآخر، تصبح لنا إكس مربع زائد إكس يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا اكس ام، يساوي لنا عفوا ام في اكس ناقص 2 ام. نعم، ما رايكم ان نستخرج الام عامل مشترك، تصبح لنا اكس مربع زائد اكس يساوي لنا ام في اكس ناقص 2. بما ان هذه في فله الحق ان ياتي الى هنا ويحذف من هذا المكان. الان بعدما يحذف ماذا؟ تصبح لنا هذه العباره، أليس هي هذه؟ انظروا، نعم، فوصلنا أنه اف لإكس يساوي لنا كم؟ يساوي لنا ام، وقلت ليس يجب أن تجدها ام، يجب أن تجد اف لإكس تساوي شيء فيه ام، ممكن ام مربع، ممكن ام زائد إكس، أو مهم المهم ناقص ام، المهم هنا بالصدفة جاءت ام فقط. إذا فماذا يمكن أن نقول؟ الآن أولا ما طبيعة هذه المناقشة؟ هذه المناقشة هي مناقشة أفقية لأنها خالية من إكس، هذا أول شيء. إذا كانت خالية من إكس فاعلموا أنها مناقشة كيف هي؟ أفقية مهما كان. إذا فماذا نقول الآن لنكمل؟ لاحظوا جيدا لنكمل تلك الجملة التي كنت يقول أحدكم وهل هذا الإجابات نضعها في الورقة؟ نعم، قلنا هي فواصل نقاط تقاطع تقاطع سي والمستقيم ذو المعادلة إيغريك يساوي ام، معنى هذه التي تجدنا هنا قولوا عليها إيغريك يساوي تلك القيمة. لو وجدت مثلا ام زائد اكس اكتبوا ام زائد اكس. ذو المعادلة ماذا؟ المستقيم ذو المعادلة إيغريك يساوي ام، إذا سميناه مثلا هذا دالتا ام نسبة إلى الوسيط ام. فماذا ينتج؟ ينتج لنا أنها مناقشة كيف هي؟ أفقية فقط أبنائي. بما أنها مناقشة أفقية معناه نحتاج إلى ماذا؟ إلى مستقيم، ها هو مستقيم، اسمعوا جيدا حتى تعلموا، ونقول هو إيغريك يساوي لنا كم؟ لاحظوا، إذا قلنا هو إيغريك يساوي ام. تعالوا ننطلق الآن في عملية المناقشة وسوف تفهمون الفكرة جيدا. لاحظوا جيدا، ها هو المستقيم، وانظروا هو مستقيم يقوم بعملية السحب هكذا ينسحب. لاحظوا أولا القيمة التي يأخذها إيغريك هو التي يأخذها ام في هذا التمرين، في هذا التمرين أنه أي قيمة يأخذها إيغريك يأخذها ام، إذا أخذ هذا خمسة هذا كم يأخذ؟ خمسة. أولا إيغريك من أين ينطلق؟ أي ام المعروف أنه إيغريك ينطلق من ناقص ما يبدأ بالصعود إلى غاية زائد منه، إذا ام كذلك يأخذ نفس القيم. تعالوا الآن، ها هو بدأ بالصعود، كم يوجد لنا أولا من نقطة تقاطع؟ ها هي واحدة سالبة، يعني لأن قلنا هي فواصل، يعني تتم العملية على الإسقاط على محور الفواصل، الإسقاط يتم يا أبنائي اسمعوا جيدا على محور الفواصل. إذا ها هو حل موجب وها هو حل سالب، ها هو الآن أصبح يكمل كم؟ حلاني حلاني، أحدهما موجب والآخر سالب أحد، يعني نقاط تقاطع كم من واحد؟ حلان، لو لما يتوقف يجد واحد اثنان، واحدة سالبة الأخرى موجبة، ها هو ما زال يكمل. لاحظ إلى غاية هذا المكان، هنا كم يكون إيغريك؟ يكون صفر. إذا نقول ام ينتمي من ناقص ما لا نهايه الى غايه صفر. يقول احدكم لماذا يشتري؟ لان قلنا اي قيمه ياخذها إيغريك ياخذها ام للمعادله حلان كيف هما مختلفان في الاشاره. نعم مختلفان في الاشاره.
الآن لأن أحدهما موجب والآخر سالب. الآن في هذا المكان كم يوجد لنا من حل؟ حلان. هنا كم يكون آم؟ آم يساوي صفر للمعادلة حلان. إكس يساوي صفر، ها هو واحد، وها هو إكس يساوي لنا كم؟ ناقص واحد. إكس يساوي ناقص واحد. بعدها سوف يكمل هذا المستقيم انسحابه، ها هو الآن. تابعوا الآن لو نلاحظ جيدا وأقوم بعملية التكبير أمامكم سوف تلاحظون شيئا معينا. لاحظ لو يأتي هذا المستقيم يا أبنائي ويبدأ بالصعود، يوجد لنا مساحة ما بين هذا المكان إلى هذه القبة، وهذه القبة قلناها في هذا المكان ألم نقل إنها 0.10؟ نعم. يعني ماذا نقول؟ نقول آم ينتمي من 0 إلى 0.10 مفتوح. اسمعوا أرجوكم، يعني من هذا المكان إلى هذه القبة هنا كم يوجد لنا من حل؟ لو هذا المستقيم يصعد هكذا إلا نوعا، سوف نرسم مستقيم خفيف من عندي أفضل، ها هو عفوا سوف نقوم برسم مستقيم خفيف، ها هو انظروا كم يوجد لنا من حل؟ يوجد لنا واحد هنا وواحد هنا، يعني حلان. إذا نقول للمعادلة حلان كيف هما؟ سالبان. يقول أحدكم لماذا؟ ها هو إسقاط سالب وها هو سالب. لاحظتم؟ ثم تخيلوا الآن في هذا المكان اللي هي 0.10. إذا نقول آم يساوي لنا 0.10 أو يساوي لنا آف لماذا؟ آف لـ2 ناقص جذر 6، يعني إذا أعطيناها بالقيمة المضبوطة حتى تفهموا جيدا. إذا هذه نفسها يعني آف لـ2 ناقص جذر 6 للمعادلة، يعني في هذه القبة هنا للمعادلة حلا كيف هو؟ مضاعفا. يا أبنائي عند كل حفرة أو جبل، إذا وجدتم هذه الحفرة أو هذا الجبل أو حفرة والمناقشة أفقية قولوا حل مضاعف. هذه دائما قاعدة عليكم أن تفهموها. حل المضاعف قيمته إكس كم يساوي؟ لو ينزل إلى هنا كم يكون؟ يكون 2 ناقص جذر 6 اللي هو بالتقريب ناقص 0.45. أرجو أن فهمتم. إذا عندما تجدون جبل أو حفرة وتكون المناقشة هكذا قولوا عند هذا المكان حل مضاعف أو عند هذا المكان حل مضاعف. هذه فكرة عليكم أن تكونوا على دراية بها. الآن بعد ما أكملنا المناقشة في هذه الحالة نأتي للمستقيم ليكمل هذا زحفه. لاحظوا جيدا الآن ها هو المستقيم بدأ يكمل. هل يوجد نقاط تقاطع؟ لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد إلى غاية هذه القيمة. يعني من ماذا؟ أنه آم يكون من 0.10 إلى غاية 9.9 مفتوح، لا يوجد حلول للمعادلة. ثم الآن عند آم يساوي لنا هذه القيمة هنا 9.9، آم يساوي لنا 9.9 للمعادلة حلا. قلنا كيف نقول؟ مضاعفا. حلا مضاعفا، ها هي قيمته. القيمة كم وجدناها؟ لو نأتي الآن إلى الجدول ها هي القيمة اللي هي انظروا 4.45. يعني آم إكس يساوي لنا ماذا؟ قلنا 4.45 بالتقريب، حتى نفهم جيدا. الآن بعدها أبنائي لأنها قيمة حدية، بعدها أبنائي المستقيم سوف يكمل زحفه. كم يوجد لنا من تقاطع؟ يبقى يقطع مرتين مهما كان. قيمته موجبة، قيمته موجبة. تعالوا نتركه يكمل قيمة موجبة قيمة موجبة إلى ما لا نهاية. إذا نقول آم ينتمي من ماذا؟ من 9.9 مفتوح إلى غاية زائد ما لا نهاية للمعادلة ماذا؟ حلان موجبان ومتميزان، معناه غير منطبقان، يعني ها هو حل وها هو حل. نقول حلان متميزان، هذه هي المناقشة البيانية الأفقية، معناه هكذا. لاحظوا المستقيم جاء يا أبنائي بهذه الصيغة، انطلق من هنا حلان
مختلفان في الإشارة، حلان حلان وصل إلى هذه القيمة، حلان أحدهما معدوم الآخر ناقص واحد، ثم من هنا إلى غاية هنا، يعني من هذا المكان إلى غاية هذا المكان، حلان سالبان ثم عند هذه القيمة الحدية العظمى، حل سالب ثم لا يوجد حلول، لا يوجد حلول، لا يوجد حلول إلى غاية هذا المكان، هنا حل مضاعف، ثم يوجد لنا كم؟ يوجد لنا حلان موجبان فقط أبنائي. هذه هي المناقشة البينية الأفقية. يمكن أن تكون مناقشة مائلة هكذا، لاحظوا يأتيكم هكذا، تأتي مناقشة هكذا، هنا لو تأتينا هكذا نجدها بهذه الصيغة، لاحظوا نجدها Y يساوي لنا X زائد M، X زائد M تكون يكون هذا المستقيم الذي يتحرك موازي لمستقيم D، فنقول مثلا هنا حل 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 يبقى دائما حل، ثم هنا كذلك حل، ثم يبقى حل حل إلى غاية ما لا نهاية حل، هذا المستقيم يكون سيره كيف هو؟ يكون مائل، ونقاط التقاطع تبقى دائما إذا وجدنا أن يوجد لنا حل حل، أين لا يوجد حلول؟ في هذا المكان لا يوجد حل، هنا لما يكون أم كم يساوي؟ يساوينا ثلاثة، نقول لا يوجد حلول فقط أبنائي. نأتي بعدها أبنائي إلى الجزء الرابع، لاحظوا وانتبهوا معي، الآن جاءت قواعد القيمة المطلقة، قال لتكون جي الدالة المعرفة على R معاد الاثنان، يعني نفس مجموعة تعريف الدالة F، جي لإكس تساوي لنا القيمة المطلقة لإكس في إكس زائد واحد على إكس ناقص اثنان. لو نلاحظ جيدا قبل أن نقرأ السؤال، ألا نلاحظ أن جي لإكس تساوي لنا القيمة المطلقة لإف لإكس، يقول أحدكم لماذا؟ هذه أليس هي نفسها؟ وهذه أليس هي إف لإكس؟ نعم. إذن أول شيء نحن نعلم أن خواص القيمة المطلقة ماذا تقول؟ إذا كانت عبارة داخل قيمة مطلقة أنها أكبر أو يساوي الصفر، يعني هذا أول شيء يأتي في ذهن أن القيمة المطلقة دائما قيمة موجبة أو تساوي الصفر أولا، يعني حتى نستنتج شيء ركزوا، أي أنه ماذا؟ أنه سي جي يقع، لاحظوا جيدا حتى نفهم، يقع فوق محور الفواصل، لماذا أبنائي؟ ليس سي اف، لأن هذه الدالة جي كل قيمها موجبة، إذا كانت قيمها موجبة، الدالة جي كل قيمها جي، هذه جي لإكس كل قيم موجبة، فيكون منحناها فوق محور الفواصل، هذه أول فكرة يجب أن تكونوا على دراية بها. الأمر الثاني الذي ننطلق، قال اكتب جي لإكس بدلالة اف لإكس حسب قيم إكس. لاحظوا نحن ماذا عندنا؟ عندنا أن جي لإكس قلنا أنها تساوي لنا القيمة المطلقة لإف لإكس، ونحن نعلم إذا كانت عندنا عبارة داخل القيمة المطلقة ماذا تقول؟ تقول إما أن تساوي نفسها، القيمة المطلقة دائما إما أن تساوي نفسها أو تساوي ناقص نفسها. لاحظوا ركزوا معي أرجوكم حتى تفهموا جيدا، إذا قلنا مثلا أعطيكم مثال إلا القيمة المطلقة لإكس، هذه ماذا تقول القاعدة؟ تساوي لنا إكس وتساوي لنا ناقص إكس، تقول هنا إذا كان إكس أكبر أو يساوي صفر، وهنا إذا كان إكس أقل أو يساوي صفر، لكن تخيلوا الآن لو كانت هنا إف بالداخل إف لإكس، فنقول هنا إف لإكس وهنا ناقص إف لإكس، هنا نقول إف لإكس إذا كانت أكبر من الصفر، يعني إف لإكس أكبر أو يساوي صفر، وهنا إذا أدخلنا الإف تصبح لنا كذلك هنا اف لإكس أقل أو يساوي صفر، لم أفعل شيء، أخذنا مثال كإكس بعدها عممناها على اف لإكس، الآن اف لإكس متى تكون قيمها موجبة ومتى تكون قيمها سالبة حتى نفهم جيدا، نأتي معناه قيمها موجبة معناه هذه اف لإكس، ما نأتي الآن إلى البيان نقول أن هذه اف لإكس منحناها كيف هو؟ في هذه الحالة f لx أكبر أو يكون أكبر أو يساوي صفر، يكون منحنى c فوق محور الفواصل، إذن هنا c فوق x x فتحة، اسمعوا جيدا، وهنا c أسفل ماذا؟ x x فتحة، يا أبنائي انتبهوا، الآن المجال لx وقال حسب قيم x، تعالوا الآن نأتي الآن إلى هذا الأمر، لاحظوا جيدا، لاحظوا وانتبهوا معي، الآن من لاحظوا لو نأتي الآن من هذا المكان من ناقص ما لا نهاية إلى غاية ناقص واحد، المنحني منحني F كيف هو؟ أسفل،
ثم لاحظوا جيدا من هذا المكان، عفوا نستعمل مسطرة، من هنا إلى هنا كيف يكون؟ أسفل المنحني، أسفل محور الفواصل، يعني المنحني الأحمر هذا أسفل الخط الأسود، معناه هنا حتى يعني نعطي المجال هنا. إذا كان يا أبنائي ركزوا أرجوكم حتى تفهموا جيدا، هنا إكس يكون ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد مغلق، اتحاد من صفر إلى اثنان مفتوح لأن الدالة غير معرفة. وعندنا لو نلاحظ جيدا الآن من هنا إلى هنا المنحني فوق، وهنا كذلك المنحني فوق، المجال أين يكون؟ يكون من هنا إلى هنا ومن هنا إلى غاية زائد من، لأن هذا هو محور الفواصل. يا أبنائي نحن نتحدث مع محور الفواصل لأن قال حسب قيم إكس يعني حسب محور الفواصل. إذن فهنا أين يكون؟ يكون إكس ينتمي من ماذا؟ من الناقص واحد إلى ماذا؟ إلى صفر مغلوق، اتحاد من الاثنان إلى غاية زائد ما لا نهاية مفتوح. يقول أحدكم لم أفهم. الأماكن التي لاحظوا جيدا التي يكون فيها المنحني أسفل ما هي؟ هي من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد ومن الصفر إلى اثنان. التي يكون فيها المنحني فوق، ها هو فوق، ما هي قيم إكس؟ تكون من هنا إلى هنا ومن هنا إلى غاية زائد ما لا نهاية. هذا هو الجواب، قد جاوبنا على هذا السؤال. قال هو قال ماذا؟ قال اكتب جي لي اكس بدلالة اف لي اكس. ها هي جي لي اكس تساوينا مرة اف لي اكس ومرة تساوينا ناقص اف لي اكس. هنا إذا كانت اف لي اكس أكبر من الصفر ها هي القيم، وهنا إذا كان اف لي اكس أقل من الصفر ها هي القيم التي يكون فيها المنحني أسفل محور الفواصل. الآن سوف يأتي سؤال آخر، قم بعملية الرسم. الآن الرسم عمله يعني جد 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 بسيط، إلا أن الملاحظة التي عليكم أن تنتبهوا له أنه سيجي يقع فوق محور فواصل، مستحيل نجد فيه قيمة سالبة من هنا، هكذا حتى نفهم جيدا الفكرة. الآن تعالوا أبنائي نأتي إلى عملية الرسم، ركزوا. أولا سوف نأخذ معنا هذا المجال لكي نشرح به. لاحظ ها هو، نأخذ هذه العبارة، والسؤال الذي طرح الآن قال أرسم طو أو جاما، نعتذر، منحنى الدالة جي اعتمادا على سي. لاحظوا هنا نقول طو ينطبق على ماذا؟ على سي في المجال، ما هو المجال الذي يكون جي لي إكس تساوي اف لي إكس، يعني هذا منحنىها طو وهذا منحنىها سي، فتكون عبارة جي تساوي عبارة F، معناها المنحني طو يكون ينطبق على منحني سي، لكن في أي مجال؟ المجال من ناقص واحد إلى صفر، اتحاد من اثنان إلى زائد ما لا نهاية. يعني المجال أين يكون؟ يكون قلت من ماذا؟ من هذا المكان إلى هنا ومن هنا إلى غاية الزائد ما لا نهاية. معناه نقوم، لاحظوا جيدا، نرسم أمامكم حتى تلاحظوا هذه الأمور بأم عينكم. معناه من هنا هكذا، لاحظوا هذا الجزء يكون هكذا، ومن هنا هكذا، انتبهوا أرجوكم هكذا أبنائي. هذا هو من؟ هذا لاحظوا هذا هو طو، لكن ما زال الجزء. إذا طو جاما، جاما اعتذر، جاما ينطبق على سي في المجال، ما هو المجال؟ ها هو المجال، هذا هو المجال الذي يكون ينطبق عليه، يعني الذي يكون فوق محور الفواصل، الذي يكون محور الفواصل من ناقص واحد إلى صفر ومن هنا إلى غاية زائد ما لا نهاية. لكن هنا لاحظوا جي لي إكس تساوي ناقص إف لي إكس. ما معناها جي لي إكس تساوي ناقص إف لي إكس؟ نقول جاما يناظر سي بالنسبة إلى محور الفواصل في المجال من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد، اتحاد من الصفر إلى اثنان. لماذا؟ انظر جي لإكس تساوي ناقص اف لإكس،
معناه ما معنى كلمة ناقص؟ معناه تناظره. تخيلوا مثلا لو كانت هذه ناقص خمسة أضربها في ناقص فعلا ناقص خمسة فيناظره. أولا بما أن يناظره أبنائي حتى هذا يجب أن يكون لنا مستقيم يناظره. كيف يناظره؟ معناه يمر هكذا. اسمعوا جيدا، يمر علينا، عفوا سوف نرسم المسطرة، هذا يكون هكذا حتى تفهموا الفكرة العامة. هكذا يناظره معناه الذي يكون كل شيء يكون أسفل هذا أسفل يناظر بالنسبة إلى محور الفواصل. محور الفواصل ها هو، قلنا بالنسبة إلى محور الفواصل. الآن معناه سوف، إذن هكذا اسمعوا جيدا، هذا يناظر، ها هو قد نوظر. كيف؟ هذا ها هو نظيره. اسمعوا جيدا الفكرة العامة أرجوكم. إذن هذا ها هو نظيره، وهذا يصبح نظيره هكذا. يا أبنائي أرجوكم انتبهوا إلى هذه الأشياء حتى تتعلموا هكذا. فلكن نحن نستعمل اللون الأخضر لأن علينا أن نستعمل اللون الأخضر حتى نبين أنه هو منحني، يكون هكذا، ومن هنا يكون هكذا. استعمل إذن هكذا. معناه الآن المنحني الأصلي للدالة جي هو هذا، هكذا ثم هكذا ثم هكذا، وهنا كذلك هذا الذي، إذن هو الذي باللون الأخضر حتى نفهم جيدا. أرجو أنكم قد فهمتم. وهذه النقطة تسمى نقطة زاوية، يعني الدالة تكون لا تقبل هنا الاشتقاق، وهنا كذلك. هذا هو منحني وهذا هو دي فتحة ذو المعادلة إي يساوي ناقص إكس ناقص ثلاثة. يقول أحدكم لك لأن نحن قلنا دي معادلته هي إي يساوي إكس زائد ثلاثة، بما أن هذه ضربت في ناقص فحتى المستقيم المقارب عندها يضرب في ناقص، لما يضرب في ناقص هذا تضرب في ناقص معنى تصبح ناقص إكس ناقص ثلاثة. ها هو أمامكم، ها هو ظهر مستقيم مقارب مائل آخر، هذا هو المنحني جاما. اعتذر ان قلت طو، اعتذر دائما. منحني جاما للداله ماذا؟ الداله جي، او يمكن ان نسميه سي جي فقط ابنائي. بعد ما انهينا مع هذا الجزء ناتي الان الى الجزء الخامس. لاحظوا قال لي تكون الداله اش الداله المعرفه على، لاحظوا هنا اختلفت مجموعه التعريف ار ما عدا ناقص 2 و2. لماذا؟ لان القيمه المطلقه، قيمه مطلقه لاكس ناقص 2 هذه تساوي الصفر. لو نقول لا تساوي يصبح لنا قيمة مطلقة لإكس لا تساوي 2. تخيلوا الآن لو نفرضها أنها تساوي، تخيلوا لو نفرضها أنها تساوينا 2، يعني نحل المعادلة هذه أنها تساوينا القيمة المطلقة لإكس تساوينا 2، ما هي القيمة التي يمكن أن نضعها هنا؟ تصبح إما 2 لأن القيمة المطلقة لـ 2 هي 2، أو ناقص 2 لأن القيمة المطلقة ناقص 2 هي 2. إذا تصبح لنا R ما عدا الاثنان والناقص 2. هنا علينا أن نفهم هذه الفكرة، هذا أول شيء. الآن قال بين أن أش دالة زوجية، إذا نكتب هنا البرهان أن أش دالة كيف هي؟ زوجية. إذا حتى تكون زوجية، إذا نقول حتى تكون أش دالة زوجية إذا وفقط إذا كان إكس ينتمي إلى دي أش وماذا؟ وناقص إكس ينتمي إلى دي أش، دي أش يعني ليس دي أف، نحن نتحدث عن دي أش وماذا؟ وأش لناقص إكس تساوي أش لإكس. هذه هي الفكرة. إذا الدالة الزوجية هذا هو تعريفها، أش لناقص إكس تساوي ماذا؟ تساوي أش لإكس. فأصبح لنا أش لناقص إكس تساوي، ها هي الأش. معناه إذا أتينا بعبارة أش، ها هي عبارة أش، في كل مكان من إكس نضع ناقص إكس، معناه نضع هنا ناقص إكس، وهنا ناقص إكس، وهنا ناقص. لماذا؟ ها هي أمامكم، قلنا في كل مكان من إكس نضع ناقص إكس. لكن نحن نعلم أن القيمة المطلقة لناقص إكس هي نفسها إكس، هذا معروف. إذا فماذا تصبح لنا؟
تصبح لنا هذه هي نفسها القيمة المطلقة لإكس في القيمة المطلقة لإكس زائد واحد على القيمة المطلقة لإكس ناقص اثنان، وهذه تساوينا أش لإكس. أي هل توصلنا إلى التعريف؟ نعم. نقول ومنه ماذا؟ ومنه أش دالة كيف هي؟ زوجية. والدالة الزوجية ما هي خاصية الدالة الزوجية في عملية الرسم؟ نقول ومنحناها، اسمعوا هذه خاصية خاصة بالدالة الزوجية، ومنحناها البياني للدالة الزوجية يكون متناظر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى محور التراتيب. يا أبناء اسمعوا جيدا، اسمعوا، إذا وجدتم هكذا F لX أي دالة، أنا أعطيكم، أنا نذهب إلى أش حتى لا تختلط عليكم الأمور. إذا قلنا أش لإكس هكذا، عندنا هذه الكتابة وعندنا هذه هذه الكتابة، نتحدث عن أش مثلا، أش للقيمة المطلقة لإكس. هنا تختلف، لاحظوا القيمة المطلقة هنا ولاحظوا القيمة المطلقة هنا، هذه يكون منحناها فوق محور الفواصل، معناه تناظر بالنسبة إلى محور التراتيب الفواصل. أما هذه تكون زوجية يكون تناظر بالنسبة إلى محور التراتيب، هذه تناظر بالنسبة إلى محور الفواصل، وهذا ما حدث في هذا المثال. ها هو التناظر بالنسبة، كيف؟ الذي كان فوق ما زال فوق، والذي كان أسفل ناظرناه بالنسبة إلى محور الفواصل. أما بالنسبة إلى أش للقيمة المطلقة مثلا لإكس، هذه يكون تناظر بالنسبة إلى محور التراتيب. يعني في مثالنا هذا، في هذا التمرين الذي صادفنا، أنه عندنا أنه جي لإكس هي القيمة المطلقة لإف لإكس، فيكون هنا التناظر بالنسبة إلى محور الفواصل. يعني هذا منحنى الدالة F الذي كان فوق يبقى فوق، والذي كان تحت يناظر بالنسبة إلى محور الفواصل. أما هذه أش لإكس تظهر أنها تساوي لنا F للقيمة المطلقة لإكس، فماذا يمكن أن نقول على هذا منحنى هذه الدالة؟ يكون متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب، هذا بالنسبة إلى محور الفواصل، وهذا بالنسبة إلى محور التراتيب. يعني هذا الذي كان أسفل جعلناه فوق، والذي كان فوق بقي فوق، حتى نفهم جيدا الفكرة أرجوكم، لأن هنا خواص قيمة مطلقة. الآن معناه منحنى البياني للدالة أش متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب، سوف نلاحظ معناه إذا كان مثلا جزء من هنا هكذا، فجزء من هنا يجب أن يكون هكذا حتى نفهم الفكرة. ثم بعدها سوف نقوم بعملية الرسم الآن، وتلاحظوا هذا بأم عينيكم. الآن تعالوا أبنائي نقوم بعملية الإنشاء. لاحظوا قال أرسم طوق منحنى الدالة أش اعتماد على سي، يعني اعتماد على منحنى الدالة اف. لاحظوا جيدا، نقول نلاحظ أن ماذا؟ أن أش لإكس تساوي أن اف للقيمة المطلقة لإكس. هذا هو الشيء الذي لاحظناه بأم عيوننا، ألم تلاحظوا أن ها هو؟ لاحظ، نعم، أن هذه الدالة أش هي اف للقيمة المطلقة لإكس. لكن نحن نعلم شيء، أن القيمة المطلقة لإكس في الرياضيات معروفة أنها تساوي لنا إما إكس وإما ناقص إكس. هنا إذا كان إكس أكبر أو يساوي صفر، وهنا إذا كان إكس أقل أو يساوي صفر، هذا هو المعروف. الآن لكن نحن لا ننسى أنه هنا يوجد لنا مجموعة اسمها مجموعة التعريف، فتصبح لنا هكذا أش لإكس تساوي لنا، قلنا ماذا؟ تساوي لنا اف للقيمة المطلقة لإكس، وتساوي لنا الآن عبارتان، إما أن تساوي لنا اف لإكس، وإما أن تساوي لنا اف لناقص إكس، هذا لا جدال فيه، لكن هنا يبقى لنا الإشكال مع مجموعة التعريف. لاحظوا جيدا، مجموعة التعريف نحن إذا قلنا أنه دي اف تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا من ناقص ما لا نهاية إلى الاثنان هكذا، اتحاد من الاثنان إلى غاية زائد ما لا نهاية. لو نأتي الآن أبنائي ونلاحظ أن الصفر، ها هو لاحظوا صفر، الصفر هنا لو نرسم هكذا مجال أمامكم، انظروا حتى تفهموا هكذا، لاحظوا أبنائي نتخذ مكان أفضل هكذا. مجموعة التعريف قلنا من ناقص ما لا نهاية لهذه الدالة F،
إلى الاثنان ومن الاثنان إلى غاية زائد ما لا نهاية. لكن نحن عندنا فاصل هنا، هذه مجموعة التعريف هنا هكذا، عندنا الصفر ها هو، معناه ها هو مفترق الطرق صفر، معناه نقول من الصفر إلى اثنان ومن الاثنان إلى غاية زائد ما لا نهاية. هنا جاء شيء اسمه مجموعة التعريف الطريق، فنقول هنا إكس ينتمي من ماذا؟ من الصفر مغلوق إلى الاثنان مفتوح اتحاد من الاثنان إلى غاية زائد ما لا نهاية. لاحظوا أرجوكم، ها هو لأن الذي يفصل لنا القيمة المطلقة لإكس إما يساوي لنا إكس لما إكس يكون أكبر أو يساوي الصفر، لما ندخله الصفر ندخله في هذه مجموعة التعريف. إذا يصبح لنا الصفر من هنا إلى اثنان لأن اثنان دائما دالة غير معرفة، ها هي أمامكم، ومن الاثنان إلى غاية زائد ما لا نهاية. وتساوي لنا إف لناقص إكس متى؟ إذا كان من ناقص، لاحظوا من ناقص ما لا نهاية إلى غاية صفر للدالة إف، نتابع. إذا كما قلت، إذا قلت من ناقص ما لا نهاية إلى صفر، لكن هذا بالنسبة إلى إف، لكن نحن نتحدث الآن عن دالة اسمها آش. والدالة اش جاءت شيء اخر انه الناقص اثنان، الم نقول انه دي اش تساوي لنا ار ما عدا الناقص اثنان والاثنان، يعني تصبح لنا من ناقص ما لا نهايه الى ناقص اثنان مفتوح ومن ناقص اثنان الى صفر، معناه هنا تصبح لنا اكس ينتمي من ناقص ما لا نهايه الى ناقص اثنان مفتوح اتحاد من ناقص اثنان إلى غاية صفر مغلوق. يقول أحدكم لم أفهم يا أبنائي، هنا مجموعة التعريف، مجموعة التعريف كنت نعم تحدثت عن F هذه، لكن الأصل نحن نقول أن H لإكس يساوي لنا F للقيمة المطلقة لإكس، لكن المجموعة التعريف الذي نبقى دائما بصددها هي مجموعة الدالة H. مجموعة الدالة H هي قد أعطيت لنا، لا ننسى ذلك، ها هي يا أبنائي اسمعوا جيدا، ها هي مجموعة التعريف التي أعطيت لنا هي R ما عدا ناقص 2 و 2، إذا علينا أن نبقى مع الدالة H. إذا H لX تساوي لنا F لX في هذا المجال، و H لX تساوي لنا F لناقص X في ماذا؟ في المجال من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص 2 ومن ناقص 2 إلى صفر. الآن بعدما حددنا الآن هذا المجال، ماذا يمكن أن نقول؟ لاحظوا جيدا، في هذا من H لX سوف أتبع هذا المسار، H لX يساوي لنا F لX في المجال هذا، ماذا يمكن أن نقول؟ نقول هكذا، نقول طو ينطبق على ماذا؟ على C أو CF في المجال الذي ها هو المجال ينطبق فقط، هذا ينطبق عليه، ولكن ولكن الدالة H زوجية، لاحظوا فإن منحناها طو يكون متناظر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى إيجريك إيجريك فتحة. اسمعوا، والفكرة هذا جاءت في بكالوريا 2016، معناه أنه H لإكس تساوي إف لإكس في هذا المجال من صفر إلى اثنان ومن اثنان إلى زائد مال يكون طو ينطبق، معنى هذه المسار ينطبق. أما هنا H لإكس تساوي لنا إف لناقص إكس لا يمكن استنتاج، فما فهنا استغللنا شيء أنه H لإكس تساوي إف لإكس في هذا المجال، معناها H منحنى سي H اللي هو طو ينطبق على سي إف. أما في هذا الجزء لا نستنتج شيء، الشيء الذي يساعدنا لإكمال الفرع الآخر لآش هو الزوجية، والزوجية نحن لا نتخذ هنا، لا نبحث عن اف لناقص اكس ماذا نستنتج منها، لا، نحتاجنا أن الجزء الأول أنه آش لإكس تساوي اف لإكس معنا في هذا المجال ينطبق، أما في المجال الآخر اللي هو من ناقص ما لا نهاية إلى من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص اثنين اتحاد من ناقص اثنين إلى صفر، نقول يناظره بالنسبة إلى محور التراتيب. معناه تعالوا الآن نرسم أمامكم حتى تلاحظوا هذا الأمر. لاحظ ها هو المنحنى، ها هو المنحنى. نحن ماذا قلنا؟ قلنا في هذا المجال، اسمعوا جيدا أبنائي حتى تعلموا، قلنا في هذا المجال من هنا إلى غاية هنا
ينطبق. إذا تعالوا نطابق. ينطبق معناه هذا، عفوا مستعمل، هذا هكذا هكذا وهكذا ينطبق، نسميه طو. الآن عندنا قلنا ومن المجال ماذا، لكن هنا دائما أن ننسى هنا الدالة غير معرفة في هذا المجال هنا كما أشير. وعندنا من ناقص، قلنا لاحظ من هذا المكان من ناقص ما لا نهاية إلى ماذا؟ إلى ناقص اثنان. إذا ناقص اثنان علينا أن نجعله مستقيم مقارب عمودي نظير الأول. يقول أحدكم لماذا يا أستاذ؟ قلت نظير الأول، نعتذر. إذا نظير الأول ها هو، لأن قلنا مجموعة التعريف R ما عدا الناقص اثنان والاثنان. إذا كان هذا هنا يناظره هذا، إذا كان هذا هنا يناظره هذا. لاحظوا نقطة نقطة حتى تفهموا، كل شيء يناظر بالنسبة إلى محور اسمه محور التراتيب، ها هو محور التراتيب. الجزء الأول من هنا هذا الجزء وهذا الجزء يبقى هو هو، أما الجزء الآخر فنناظر، معناه التناظر يكون هكذا، ها هو الجزء الآخر، ها هو ناظره، عفوا ها هو قلت يناظره هكذا. وعندنا كذلك هذا المستقيم، نرسم مستقيما يناظره بالنسبة إلى ماذا؟ إلى محور محور التراتيب كذلك يا أبنائي، يصبح هكذا. فمجيدا حتى تفهموا الفكرة، ها هو ها هو أمكم يا أبنائي، ها هو. لماذا؟ لأن مثل الجزء الأول ذلك الجزء الأول ناظرنا المستقيم بالنسبة إلى محور الفواصل، الآن نناظر بالنسبة إلى محور التراتيب، كل شيء يناظر، هذا الجزء الآن نناظره هنا. إذا تعالوا نناظر فقط، فتصبح لنا هنا 4.45، هنا تصبح ناقص 4.45، إذا جئنا إلى هكذا ونناظر، إذا بالتقريب يصبح هنا، ونناظر كذلك هذا الجزء هكذا. هذا هو المنحنى. إذا أعيد لأظهر لكم منحنى الدالة، هذا طو، ها هو المنحنى طو، انظروا ها هو الجزء الأول وها هو الجزء كذلك وها هو الجزء كذلك وها هو الجزء كذلك. هذا هو منحنى ونسميه المنحنى طو، حيث للدالة ماذا؟ الدالة أش. إذا الجزء الأول من صفر إلى غاية الاثنان ومن الاثنان إلى زائد منه يبقى المنحني F هو منحني H. أما من ناقص ما لا نهاية إلى غاية ناقص اثنان ومن ناقص اثنان إلى صفر نناظر كل من كان في هذا الجزء نناظره من هنا وهذا الجزء من هنا وحتى المستقيم المقارب يناظر فقط أبنائي.